اعلام همبستگی روحانی برجسته شیعه دکتر عیاد جمال الدین با مجاهدان اعتصابی در لیبرتی. شما به خاطر آنچه که به آن ایمان دارید عالی ترین نمونه فداکاری ها را ارائه کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم ایها الاخوه الصادقون الصائمون. انتم ايها الاخوه المحتسبون الصادقون المجاهدون بما قدمتم من تضحيات وجهاد طوال عقود متماليه جيلا بعد جيل، وقدمتم الكثير من التضحيات. هذه التضحيات لن ينساها شعبكم، الشعب الايراني الشقيق والمؤمن والصادق والمحتسب، والخاضع لنظام الدكتاتوريه الدينيه التي هي اسوا انواع الدكتاتوريات في العالم. من اجل ما تؤمنون به وما يؤمن به احرار العالم واحرار المسلمين واحرار الايرانيين واحرار الشيعه في العالم، انتم الصوت الشيعي النقي في مثل هذه العصور، حيث تسلط اهل الدجل والشعوذه على مقاليد الدين في ايران، جاءوا بمبدا دام هو اخطر المبادئ الانسانيه التي ابتكرتها عقول الشر، وهو مبدا ولايه الفقيه الذي يعني ببساطه سرقه الصلاحيات التي خولها الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم محمد صلى الله عليه واله، بل لم يدعها حتى الناري، فان المتتبع لكلام الخميني غيره يعلم بوضوح ان الخميني قد اقترب واشترع لنفسه من صلاحيات لم يعطها الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم محمد. وقد حول الخميني النظام الجمهوري الذي هو من المفترض ان يكون لخدمه الناس، حول النظام الجمهوري الى صنم معبد دون الله. ثم قد وقفتم بوجه هذا الجبروت وهذا الطاغوت، وقفتم بكل وضوح مجموعه من الشباب المؤمن الذين ميزتم الغث من السمين، وعرفتم الحق معرفة كافية لأن تقدموا كل هذه التضحيات، تضحيات ليس آخرها ما قدمتم من شهداء في معسكر أشرف، معسكر الشرف والعزة، وليس آخرها الأخوة الذين اختطفوا وما زالوا مختطفين، والذين يطلبون عن الطعام من أجل الإفراج عنه. إن الأحرار في العالم والأحرار من المسلمين والأحرار من الشيعة والأحرار من الإيرانيين الأشقاء يثمنون ويقدرون عاليا تضحياتكم ومواقفكم، وأنا واحد من هؤلاء الناس الذين أقف إجلالا واحتراما لمواقفكم وما قدمتم في سبيل ما تؤمنون به من تضحيات الجسام، وانني اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد برحمته الشهداء الذين لم يدفنوا حتى هذه الساعه، وان يتغمد ارواحهم بجنته ويغفر لهم سيئاتهم وخطيئاتهم ويحشرهم مع ساداتهم ومواليهم، وان يفرج عن الاخوه المختطفين، وان يفرج كربهم وكربكم وكربنا جميعا بفرج عاجل منهم، فإن هذه التضحيات لن تذهب سدى. أوردتم أيها الأخوة والأخوات، نصركم الله في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولعن الله من ظلمكم وآذاكم وأعان عليكم، تحياتي لكم فردا فردا وأشواقي لكم فردا فردا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.